أستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أستاذ محمد، إيه الأخبار؟ ألف مبروك فوز النهاردة، وأكيد ده مباراة كانت كبيرة ومجهود كبير عامة تنظيم النادي الأهلي لهذه البطولة. الحمد لله. في البداية بنشكر طبعا فريق سموحة، يعني كان منافس قوي، واللعيبة بتاعتنا الحمد لله كانوا رجالة، هم والجهاز الفني. يمكن طبعا احنا عندنا حالة حزن طبعا عشان إصابة قد، احنا نطلع دلوقتي على المستشفى عشان نطمن عليه، بس ان شاء الله يعني نتمنى ما تكونش صليبي، وربنا يكرم ان شاء الله. المباراة اللي جاية ان شاء الله النادي الاهلي يعني عينه على اللقب، يعني احنا ما بنفكرش غير في اللقب بإذن الله. قد اكيد نتمنى له كل السلامة، لكن ايضا عايزين نتكلم عن التنظيم الناجح للنادي الاهلي في البطولة دي، ومجهود كبير جدا عمله مجلس الادارة واكيد حضرتك كمان خلال تنظيم هذه البطولة، وده دافع قوي للنادي الاهلي لمطالبة المزيد من البطولات ان شاء الله لننظمها خلال الفترة الجاية بخلاف بطولات كمان كرة اليد قريب. بص، انا كنت بتكلم مع دكتور عمرو من شوية، بقول له النادي الاهلي يعني الاول بعيد عن التنظيم ان احنا نشارك كمان في البطولات الدوليه، لان الفريق قوي، وكمان فريق السيدات. يعني كنت الاول بكلم معانا فريق السيدات، قال لي لا، قلت له لا، فريق السيدات من حقه يشارك وفريق الرجال من حقه يشارك. بالنسبه بقى للتنظيم الحمد لله، يعني جات لنا اشاده من الجميع ان الحمد لله التنظيم على اعلى مستوى، من الاقامه، الانتقالات، سواء التدريبات، الملاعب، كل حاجه الحمد لله. الفرق كلها جيل الاتحاد الافريقي جاوبات من الفرق كلها، فالحمد لله. يعني احنا بناء في الاخر خالص ده النادي الاهلي، يعني احنا مش يعني النادي الاهلي طول عمره رقم واحد سواء في التنظيم في كل حاجه. تواجد الجمهور وحضور الجمهور اكيد كان اضافه كبيره النهارده او على مدار البطوله كمان بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن الاعداد ابتدت تتزايد مع توالي المباريات ومع وصول النادي الاهلي لنهائيات هذه البطوله، وخلاص وصلنا للنهائي. حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي حضر المباريات وازر اللعيبه بشكل كبير جدا؟ طبعا الجمهور النهارده كان ليه عامل اساسي النهارده في الفوز بالماتش. يمكن انا امبارح عملت طلب للجمهور ان يعني يحضروا بكثافه، وان احنا مسؤولين على دخولهم، وان احنا ان شاء الله يعني الجمهور النهارده جه وحضر، والمباراه خرجت الحمد لله بشكل كويس، تشجيع كان اكثر من رائع. ان شاء الله المباراه اللي جايه يعني عندنا امل ان الصاله كلها تتملي، وان شاء الله ربنا يكرم يعني، والبطوله تبقى من نصيب نادي الاهلي. شكرا. شكرا.